اللجنة التحقيق أولي بشأن الديون المصرفية التي اقترضها الأحزاب ووسائل الإعلام، وذلك استنادا لتقرير تقصي الحقائق البرلمانية. وراصدت السلطة في ألمانيا ما يصل إلى 100,000 يورو مرتفع لمن يدلي بمعلومات تقود للشاب التونسي أنيس عمري، الذي زعمه السلطة تسمية بالوقوف الأول الاثنين يصاب 50 فرينة على الأقل. وحث المدعي العام في ألمانيا المواطنين على توقي الحذر قائلا في الله يوم أمس الأربعاء لا تعرض أنفسكم للخطر، إن هذا الشخص يمكن أن يكون عنيفا ومسلحا. توقع خبراء الطقس اليوناني يكون جيدا شرقا وشمالا غائما تساقط الأمطار المتفرقة بصورة رئيسية في باقي المناطق، وتدب رياح شمالية وشمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 3 و6 دب. جديدة بشكل متفرقة في الداخل. شكرا لحسن المتابعة، وكل عيد ميلاد وأنتم بألف خير.